حضرة الأمير، حضرتك نسيت التليفون. غوريا هو أنت هتفضل تبعت له رسائل كده وخلاص يا بيه؟ طالما جاي معاك ما تقول له بقى على اللي عندك عشان نخلص. ما ينفعش يا إبراهيم، أنا أفضل أكسر في أعصابه حتة حتة عشان لما أعرض عليه الحل يمسك فيه بإيده وأسنانه. طب هو إيه اللي يخليه ما وافقش على الحل؟ الطمع والجشع. بعدين إحنا برضو مش عارفين الناحية التانية زناتي ممكن يكون بيعمل معاه إيه. أنت عارف يا إبراهيم المباحث لما بتحب تخلي حد يعترف بتعمل فيه إيه؟ عارف يا بيه، عارف يا دي حاجة مستخبية بيعلقوه وينفخوه ويفضلوا يضربوا فيه لحد ما يعترف باللي عمله واللي ما عملوش. لا يا نصر، ده الغشيم اللي بيعمل كده. احنا بقى بنجيبه ونحطه في اوضه لوحده ونشغل جنبه ودنه حنفيه تقعد تنقط في ميه لحد ما يتجنن. انا بقى هفضل نقط في دماغه رسائل لحد ما يروح خالص، فاهمني؟ هو ما بقاش قدامه غير تلقيح الكلام وشغل النسوان. بذمتك ده راجل يخوف نمله احمر؟ انا ابقى احمر صحيح لو مشيت وراك تاني يا زناتي. وبعدين الرسالة دي فيها ايه جديد يعني؟ انا مش تايه عنك، انت ساعة الجد هتبيعني وتبيع ابوك كمان، خلصانة بقلة قصر. بس يكون في معلومك يا صاحبي بقى، البيع رايح جاي، يا روح ما بعد تروح، خلصانة عليا وعلى اعدائي. يا جدع بطل الفطة في الكلام بقى وكلام فارغ بقى، ابيعك ازاي يا جحش انت؟ وحد يعرف اللي حصل ولا شافه غيرك؟ اللي روحك. انا بقول لك انت يا بهيق، يضل انت اخويا ورا ليه حد في الدنيا غيرك يا هبل؟ اذنك انا مش هروح في داهيه لوحدي. محدش هيروح في داهيه غير سليم الانصاري. هو كمان هربان اليومين دول، عمال يتنططنا زي الفروع لوس كل شويه. مره يروح لحماده تايسون الله يرحمه، مره يطلع لك في المحمول. بس هو راح من شرف امه اللي دفعه ثمن ده كله غالي. انا قلت لك طالما بعيد عننا خلاص هسيبه في حاله، لكن هيشتغل لنا في الازرق. ده انا اللي بدعته وهو اللي جرى على روحه بقى. كم حسست انك وزير الداخلية بروح امك؟ طالما جبت صورة امي يبقى صفيت يا حمار. يا ده انا اقدر اعمل اللي ما يعملوش وزير الداخلية ذات نفسه. ده انا زناتي ولا نسيت؟ هتعمل له ايه يعني؟ مالكش فيه بقى. انت كل اللي يخصك في الموضوع ان سليم الانصاري يلبس الاساور خلال اسبوع. غير كده مالكش فيه يابا. انت بس كل اللي عليك انك كل ما يبعت لك رسالة من دول على المحمول تبلغني اول باول. امين يابا؟ امين يابا بخدودك دي؟ اهو دلع. لخص يا زناتي، عايز تقول ايه من غير هري كتير؟ انجز. لمؤاخذة سعادة الباشا، سعادتك عارف ان انا ابن المنطقة وبعرف دبة النملة حتى قبل ما تحصل، وليها في كل خراب عفريت. وانت جاي هزز لي طولك في المكتب ومعطلني عشان تقول انك جامد؟ عرفني يا سيدي انك جامد. العفو يا باشا مصر، انا بس عايز اقول لسعادتك على حاجة. قول يا ابني انجز. لمؤاخذة يا باشا، المنطقة بتفرط مننا، ولو سيبنا الامور تمشي على كده السيطرة اللي بنيناها في السنين اللي فاتت هتروح مننا. لا اظبط كلامك بقى واقعد كده احكي لي ايه الموضوع. استراحة يا باشا مصر. لا مؤاخذة يا باشا، يعني العيال الشمال اللي في المنطقة بيطرطشوا بكلام كده ما يصحش تسكت عليه. كلام ايه ده؟ يعني مؤاخذة، يعني بيقولوا. لا مؤاخذة، ده كلامهم مش كلام يا باشا. بيقولوا سليم الأنصاري موت العيال الصغير في القسم ومحدش قدر يهاوب ناحيته، ودخل المنطقة وهو هربان وقتل حمادة تايسون وخرج شخص ليه. يعني لا مؤاخذة كده يا باشا، يعني بالمفتشر كده يعني، لا مؤاخذة ده كلامهم والله مش كلام يا باشا. يعني بيقولوا الاسم ما جابش ذكر غير سليم الانصاري، بيعمل اللي هو عايزه وهو هربان وهو جوه الخدمه. انت جاي دلوقتي تسمعني كلمتين سمعتهم في قعده حشيش ولا هرت بيهم واد من برشم في الشارع؟ هما كلمتين يا باشا، بس لازم لهم رد. سليم باشا مرمق كرامتنا في الارض يا باشا. انت عايزنا نعمل ايه؟ اذا كانت الداخليه بجلاله قدرها لفه عليه شمالي ويمين مش عارفه تجيبه، انا اللي هجيبه؟ نرفع تقرير يا باشا باللي بيحصل ده، ونقول لهم ان الامور لو فضلت ماشيه على كده مش هنعرف نرفع عيننا في عينين اي عيل من الشمال اللي في الشارع يا باشا. انت فاكر يعني الداخليه ما عندهاش علم بالكلام ده؟ عندها علم يا باشا، بس احنا برضو لازم نفكرها. البني ادم نساك، واحنا من ناحيتنا لازم يكون لنا رد على الارض يا باشا. رد؟ يا باشا رد. نمره، ونمره كبيره كمان، نرجع بيها هيبتنا وتبقى سيرتنا على كل لسان يا باشا. شكلها ايه النمره دي بقى يا زميلي؟ لما اقص سعادتك يا باشا، يعني عندي فكره صغيره كده، لو عملناها هتبقى جون، وجون كبير كمان في المقص. بتنجز يا ابني تقول فيه ايه؟ في قعده هتحصل في المنطقه هنا يا باشا، تجار سلاح، تجار من المنطقه ومن الضرب الاحمر ومن نزله السمان ومن الصعيد.
بيرتبوا البيعه كبيره قوي. القعده دي تحصل يوم الجمعه بالليل في بيت حسان ابو سنه. انت شارب حاجه زناتي؟ عايزنا كده نخش بيت حسان ابو سنه كده عادي؟ ما انتش عارف ايه اللي حوالين بيت حسان ابو سنه؟ دي هتبقى حرب يا ابني، ما هياش اي طلعه. عارف سعادتك، عشان كده بقول لسعادتك ان هي محتاجه ترتيب وشغل عالي. بس النمره زياده يا باشا هترجع علينا هيبتنا زي زمان، وهتخلي كل واحد يحط لسانه في بقه وكل قرد يلزم شجرته. بعدين لما مؤاخذه يا باشا، نمره زي دي تفرق مع سعادتك كتير. انت مش بعيد بكره الصبح نقول لسعادتك سياده العقيد. اسمع من بقك ربنا يا زناتي. قول امين يا باشا. امين يا اخويا. باشا مصر حلوه ومتدلعه وفي مشيتها شخلعه. يا صغنن على الشيل والشقه، ما تجيب اشيل عنك بقى. كتر خيرك يا زلطه، اسلوبت لك يا اخويا الاول. عديني يا بت، انا عايز اشيل عنك. اسمعي مني، بدل الشيل والحط اللي هد نفسك ده يا بيت. بت لما تبتك يا اخويا، المساعد ربنا. وماله، مش يمكن ربنا بعتني ليكي عشان اشيل عنك؟ ولو خايفه من الجميله يعني ابي رديالي، اول ما اوصلك البيت ابي اعملي لي شويه شاي وكيك. حكيم انا عايز الكيك زي عينيا. يوصلوك القرفه يا بعيد. بيت ايه ده اللي عايز تشرب فيه شاي يا اخويا برشامجي بتاع المخدرات؟ وديني لما ينزل اشرف لو اوريك شغله. لا اشرف، لا اشرف، لا والنبي. اشرف مين؟ اشرف مين ده؟ زمان واقف عسكري في كمين. يا بت اسمعي منه، سيبك من الواد الكحيان دوت. هكتب عليكي وبالحلال، وهخليكي ست البنات اللي بيها في دماغي. ومفيش كلبه يستجري يبص لك في المنطقه دي هي كلها. ايه يا زلط، صوتك عالي ليه؟ جرايه يا معلم، ما تحس طبيعك عني. ولا انت ما كفاكش اللي عملته في اخويا؟ هتدوره على حريمه كمان. الله الله الله، في ايه يا قط؟ الله، استنى، ده وافرك علينا ليه بس؟ قوي الواد ده مستقصدني في الرايحه والجايه. يا تلمه انت يا تقول لي انا لمه. مستقصد مين يا ام مستقصد؟ ده امك اللي خلاص يا زلط. قط معلش يا نور، توكلي انت على الله دلوقتي. روحي. هو ايه اللي بتجي على الله؟ روحها يا معلم، انت ركبتها عليا ومسبتها تمشي كده. انت الطول يا بقى، طول واحده زي دي تركبك؟ بس اللي زي دي بقى مش محتاجه الكلمتين الباردين اللي انت عمال ترميهم في المعاكسه في الرايحه والجايه. لا ده شغل تقيل ياد، ما تفهموش انت. هعمل ايه يا معلم؟ البت هتجنني، دي عليها جسمي يودي الاسم. عذوره زلط. بس انت بقى الغشوميه بتاعتك دي مش هتوصلك لحاجه. سيب بقى معلمك يتكتك ويظبط ويتصرف. خلاص بقى يا نورة، معلش. هو انت مش بهدلتيه وخليتي اللي ما يشتري يتفرج عليه؟ طب واخرتها ايه يا ابو؟ هيفضل يلقح جدته عليا في الرايحه وفي الجايه كده؟ تفتكري انت لو ابراهيم كان موجود كان قدر يعمل معانا كده؟ يو يا نورة، ما تقلبيش عليا المواجع بقى يا بنتي. انا اللي فيا مكفيني. مواجع؟ مواجع ايه بس؟ هي المواجع محوطانه من كل ناحيه. حتى اشرف، اشرف اللي قلت هتسند عليه مش لاقيها ورا اخر. يعني يا رب هو انا مكتوب لي افضل لوحدي كده؟ ده يرضي مين؟ يرضي مين ده؟ يرضي مين؟ قوليلي. بعدين يا صلاح، حل ايه؟ موضوع سليم الانصاري ده بوخ قوي وبقى دمه تقيل. هو بايخ من الاول خالص ودمه تقيل يا فندم. ايه اللي جد؟ لا جد جديد. دلوقتي كل من هب ودب بيتنطط على قفانا يا صلاح. انا مش فاهم حاجه يا فندم. جايلنا تقارير بتقول ان استمرار هروب سليم الانصاري حاطط الحكومه كلها في مازق. طبعا بتحمي الفساد وبتدافع عنه. وبعدين اعضاء من نواب المجلس راحوا قابلوا السيد الوزير، كلموه كلمتين بايخين، ما يصحش، رزال. وبعدين جاي لي تقرير دلوقتي من اسم العمرانيه بعد اللي عمله سليم الانصاري، بقول لك مش عارفين يسيطروا على الاسم. دخل قتل الواد اللي اسمه تايسو وطلع محدش قدر يقرب منه ومشي. هو مين يا فندم اللي قال ان سليم الانصاري هو اللي قتل تايسو؟ الله، جرى صلاح، انت مش سمعت الواد الشاهد اللي جابه لك؟ بس الموضوع يا فندم لسه في النيابه، لما يخرج من النيابه نبقى نعرف بقى هو مدان ولا بريء ولا ايه بالظبط، وهو اللي عمل كده ولا لا. انت ايه حكايتك صلاح؟ انا مش جايبك هنا عشان نحل فوازير، لا، انا مش عارف الاقيها منين ولا منين ولا منين. الجرايد والصحافه والسوشيال ميديا اللي فاتحه الهواء وعماله بتاخد تليفونات، تاخد تليفونات وتسمع بقى ما تقرا. مره يجيبوا ام الولد وتسمع كلام
ما تطقوش. ومره يجيبوا الواد التاني ابن الراجل اللي هو شايل من سليم، ما تعرفش تلحقها منين ولا منين. وبعدين انت ايه حكايتك صلاح؟ الله، انت اول واحد في مصر كنت عاوز تقبض على سليم الانصاري، ايه اللي جرالك؟ في ايه؟ ما زلت مصر ان اقبض على سليم الانصاري يا فندم، بس انا ليا تحفظ واحد بس، يا ريت الضغط اللي علينا ده مش هو اللي يحركنا. وهو ده لو ما حركناش ايه اللي هيحركنا؟ احنا ماشيين في الموضوع يا فندم، وفي شويه خطوط كده وفي خطوط. ايه يا صلاح؟ مفيش الا خط واحد بس اسمه سليم الانصاري، تجيبهولي من تحت الارض. لو انت مش قادر يا صلاح سيب القضيه وامشي، اشوف ضابط تاني غيرك. اتفضل. مفهوم يا فندم. بعد اذن سعد. أنا وأنت في أرض ونقدر نطلع منها لو حطينا إيدينا في إيدين بعض. صدقني يا رفاق مفيش حد هيساعدك غيري. عارف انك خايف، بس قريب قوي ابعت لك رساله اقول لك تروح فين وتقول ايه عشان نطلع بالمصيبه اللي احنا فيها. انت سلام يا رفاعي. يلا يا طنط، ده انا نزلت الحاجات كلها العربيه. لسه ما جهزتيش؟ لا يا حبيبي انا جاهزه اهو. ما ندحتنيش ليه انا ولا سلمى نشيل معاك؟ لا بسيطة 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 بسيطة. لا ما باين ما خلصت لبسها. لا 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 عنك عنك، خليها تشيل معاك. ايه العند اللي انت فيه؟ عامل زي سليم بالظبط، كانوا بيسوقوا ايه في الكلية؟ عند ده مش عند يا ماما، البيع عايز ياخد الثواب كله لنفسه، صح ولا بفتري؟ لا بتفتري. طب يلا بينا عشان باين نفسك اتقطع. على مهلك يا حبيبي، على مهلك. دلع سلامة بابا، وحشتني الكام يوم اللي انت غبت عني فيهم دول. ايه اتبسطت هناك ولا الولاد زعلوك في حاجه؟ انت عاوز تلبسنا ايه وتهمه وخلاص ولا ايه؟ بترد عليا جدا، عايز اعلقنا في اي اسم من الاسام. ايه علقك دي؟ من امتى ابوك بتاع تعليق؟ انا بعون الله ممكن اخد منك كل اعترافاتك من غير ما امد ايدي عليك. يا خاطر انت جديد. والله احنا اتبسطنا قوي يا بابا، حتى كمان جده كان مبسوط جدا، مش كده يا جده؟ بس كان نفسي انك تبقى موجود معانا يا بابا. معلش متعوضه ان شاء الله. طب يلا اطلعوا اوضكم انتوا بقى عشان انا عايز اقعد مع جده شويه، في كلام كتير قوي عاوز اقوله له. ايه ده؟ عاوز تطلع معاهم ولا ايه؟ غريبه قوي يا رفاعي، معقوله بطل من نفسه كده يبعت لك الرساله اللي كان بيبعتها؟ سلامتك اخويا اجيب لك ميه؟ لا مفيش حاجه، ما تشغلش بالك، شرقه وراحت لحالها. ما ردتش عليا يعني؟ ما هو تلاقيه حسابها يعني، قال لك زناتي ورفاعي دول اخوات والداخل بينهم خسران ومفيش واحد هيبيع التاني، يعني خلصانه من الحضانه.
على قولك اكيد ده اللي حصل. عموم المصلحه ان احنا خلصنا منه من زن. بقول لك ايه، روح بقى ريح لك ساعتين، عندنا شغل تقيل بالليل محتاج راحه. سلام. سلام يا شبح. حضرتك اما انتوا يا ولاد النهارده خدتوا ثواب كبير قوي. واحنا ما كانش ينفع ناخد ثواب من غير ما نشقى كده يا ماما. على قد الشقه على قد الثواب. ما تقعد يا حسام. لا طنط الاستاذن انا بقى هسيبكم ترتاحوا. نرتاح من ايه واحنا كنا بنحارب تحت عوم على عوم الفرفوره دي؟ فرفوره؟ اه. هي وصلت لفرفوره؟ اه. طب انا اروح اعمل غدا عشان اثبت لك ان انا مش فرفوره. ربنا يستر. سمعتك على فكره. والله يا حسام يا ابني انا ما عارفه اودي جميلك ده فين. جميل يا طنط وانا عملت حاجه؟ انت ربنا بعتك لينا عشان تكسر وحدتنا وتطيب خاطرنا. وحدتي يا طنط ما تقوليش كده. وبعدين حضرتك شفتي النهارده لما رحنا وما همناش حدش فيهم عارف يفتح بقه بكلمه. وان شاء الله بكره سيم هيطلع بالسلامه. كل دول هيندموا على اللي هم عملوه. يا رب يا ابني يا ربنا يفك كربك وكربه. يا رب ان شاء الله. اللي بالحق عملت ايه في التحقيق بتاعك؟ صحيح والله لسه بس ما تقلقيش يا ما دقت على راس طبول. ربنا ينصرك يا ابني يا رب. ان شاء الله. معلش يا حسام تحط بيلو على السفره؟ ايه يا سلمى مش هنتغدى ولا ايه؟ اه حالا حالا. وانت روح حط الاطباق دي على السفره. شفت سليم وجرأته يا سياده اللواء؟ دخل عليا البيت رفع في وش السلاح كأنه مستبيع. أنا بيني وبينك في الأول خدت الحكاية على كرامتي أوي. بعد شوية افتكرت كلامك. قررت أسمعه. بقى مش مهم عندي هو دخل ليه. بقى الأهم عندي هو قال لي إيه. ساعتها افتكرت اللي انا اتعلمته منك زمان. دايما كنت بتقول لي دور على الصح فين والغلط فين، وانا اول ما اشوف الصح امشي وراه مهما كان الثمن. بس بيني وبينك انا لاول مره اكتشف ان الصح بقى مغروز جوه الغلط. اتنين في بعض مش قادر افصلهم عن بعض. خصوصا بعد ما سمعته بالورق والادله سليم مجرم. لكن لما قررت امشي ورا كلامه اكتشفت حاجات كتير قوي ما ريحتنيش. لطفي، رفاعي، الواد الامين اللي اسمه زناتي. لا واللي زاد وغطى بقى سياده اللواء عماد. بعد ما كان عنده استعداد ان يلم الموضوع بقى عاوز يجيب سليم النهارده قبل بكره. ما عندوش استعداد يسمع اي كلام تاني. انا بصراحه ما بقتش عارف اعمل ايه. انفذ شغلي وامشي ورا القانون وانفذه بحذافيره واجيب سليم، ولا امشي ورا احساس اللي عمال يكبر كل يوم بالشكوك اللي فيه كل يوم. أنا مش عارف أعمل إيه يا سيادة اللواء. إدعي لي يا سيادة اللواء. إدعي لي ربنا ينور لي بصيرتي عشان أعرف الحق فين. خلاص يا رجالة، الخطة مفهومة، كل واحد عارف دوره. الطلعة دي ما ينفعش فيها أي غلطة. الغلطة هنا بفور، مش عايزين مصايب. ها؟ إحنا مش طالعين كبسة على غرزة. تجار سلاح، بيت فيه سلاح للركب وطلقات زي الرز. تركيز، جاهزين يا رجاله؟ يلا توكلوا على الله. على الله يا باشا. يلا اتفضل يا باشا. مالك يا ابن الداخل انك مخطوف ليه كده؟ انت مش عايز لوني يبقى مخطوف في يوم زي ده وش الفقر؟ ولا انت واخدني دريم بارك تركبني الزحليقه؟ هزحلقك يا روح امك. عارف يا دي رفيع اكتر حاجه بحبها فيك ايه؟
ايه؟ خدودك يا منيل. استنى يا هات تليفونك اعمل مكالمه سابر وليه عينه في البيت ومعيش رصيد. خد بس انجز مزدين وهي تتصل مش هتحبها على حسابي. هات يا منتن يلا دي مكالمه كده تبقى خلصانه بسنكحه خلصانه بعفانه يلا. والله يا بيه ما انا عارف اخره الرسائل اللي انت بتبعتها للي اسمه رفاعي ده ايه. الرسائل دي هتخليه يخاف يا ابراهيم. طب افرض خاف بجد يا بيه وراح بلغ. مش هيبلغ. البني ادم دايما عايز يعيش في امان وخوفه على نفسه يخليه يعمل اي حاجه تتخيلها. انا دلوقتي بحاول افهمه ان هو ممكن يبقى كبش في ده للي حواليه وساعتها مش هيطمن لاي حد عشان هم دلوقتي بيحاولوا يفهموه ان انا الخطر الوحيد اللي عليه وانا لازم افهمه ان انا الحاجه الوحيده الامان في حياته. فهمت يا ابراهيم؟ ربنا يعينك يا بيه ربنا يعينك. فرضنا ان ده اللي حصل تفتكر يا بير فاعي هيسيب شراكاته ويسلم لك نفسه؟ الكلام ده لو سبته منه لنفسه لكن هسويه على نار هادي واول ما يستوي هروح له واعرض عليه ان هو يساعدني عشان يقدر يساعد نفسه. ازاي بس يا بيه انت مش بتقول ده شكاك وبيشك في صوابع ايديه هيطمن لك ازاي؟ الكلام ده ابراهيم لو انا رايح اقول له كلام فارغ بس انا ضابط شرطه بفهم في القانون مش بايع بطاطا. عرض عليه عرض مفيش حد هيقدمه له في حياته. شهادته في صفي قدام ابوه في القضيه. هو بقى يفكر. يفضل معاهم ويروح في 60 داهيه. يجي معايا ويخسر خساره صغيره ويخلص بتهديدهم طول العمر. انت بتفتكر يا بير فاعي ما بيقولش لزناتي على الرسائل اللي انت بتبعتها له؟ يمكن يكون في الاول قال بس انا براهن على حاجه واحده بس. زناتي ما عندوش حاجه يطمن بيها رفاعي قصاد كميه الرسائل اللي انا ببعتها له. ودلوقتي او بعدين رفاعي مش هيلاقي حل تاني قدامه غير انه يبطل يحكي لزناتي على اللي بيحصل وبعد كده يدور على حل لنفسه. وده الوقت المناسب اللي هظهر له فيه واتفق معاه. خلي بالك انا عشرت رفاعي كويس وفاهمه كويس جدا والنوع ده لما يخاف ممكن يعمل اي حاجه. Thank you.